كولومبي في هذه الدورة، قدم 5 تمريرات حاسمة وسجل هدف أو 6 تمريرات حاسمة، 6 تمريرات حاسمة، 4 مرات أعاد اكتشاف رجل اللقاء. نعم، وأربع مرات رجل اللقاء في هذه الكوبا أمريكا، أعاد اكتشاف نفسه من جديد مع المنتخب الكولومبي في كوبا أمريكا، مستوى راقي. حتى قبل الكوبا أمريكا المنتخب الكولومبي يفوز بنتائج عريضة، وحتى في هذه الكوبا ولكنه غير محظوظ أمام الأرجنتين. في الدور ربع نهائي فاز ب5 أهداف أمام منتخب بنما، 5 أهداف دون مقابل. لكن أمام الأرجنتين هذا المنتخب غير محظوظ في القرن 21. أشي غير محظوظ محمد، الأرجنتين دائما كانت أقوى من المنتخب في القرن 21. نعم. عامين طيلة 24 سنة تواجه الفريقين 21 مرة، فقط 3 مرات انتصرت كولومبيا. أعتقد أن هذه المرة ستكون فرصة سانحة للمنتخب الكولومبي إن أراد أن يحقق اللقب ويفوز على المنتخب الأرجنتيني، أنه يملك منتخب قوي جدا، يملك كل الإمكانيات التي تجعله قادرا على التتويج بهذه الدورة والفوز على المنتخب الأرجنتيني. نعم، منتخب كولومبي صلب في مواجهة منتخب أرجنتيني مدجج بليونيل ميسي والعديد من النجوم، يتقدمهم أنخيل دي ماريا الذي سيلعب مباراته 145 قبل أن يعتزل دوليا. محمد، أحسن منتخبين في الدورة ينشطان النهائي. منتخب كولومبي متوازن الخطوط الثلاث سواء الدفاع أو حتى وسط الميدان والهجوم. ضد منتخب أرجنتيني ربما له أفضلية بحكم الخبرة والتجربة للاعبيه، بوجود ميسي أيضا وبوجود الحارس مارتينيز الذي يعطي دفعة قوية للاعبين، وكأن الحارس 70 أو 75% لما تروح ضرب الجزاء أنت شبه متأكد، واثق وشبه متأكد أنك ستفوز باللقاء. ولكن أريد أن يتوج بها خامس رودريغيز، لأنه 4 مباريات 4 مرات رجل لقاء، ويؤدي أيضا فوق المستطيل الأخضر. سيتواجد مدربان أرجنتينيان على دكة البدلاء في مباراة الغد، وكان المدرب الثالث راح غادر في دور نصف نهائي. يعني هذه الكوبا أظهرت أن هناك تفوق للمدربين الأرجنتينيين في أمريكا اللاتينية على باقي البلدان اللاتينية الأخرى. نعم، منتخب المدربين الأرجنتينيين حتى المنتخب الأرجنتيني في هذه الدورة تقريبا لما تشوف هداف الدورة لوطارو مارتينيز لعب مباراتين أساسي فقط منذ انطلاق هذه الدورة، كل المباريات الأخرى احتياطي. ألفاريز في خطة سكالوني ربما يساعد في الارتداد الدفاعي أكثر من لوطارو مارتينيز، لأنه ألفاريز يبذل مجهودات كبيرة ويدافع ويترك الحرية لليونيل ميسي لعدم العودة إلى الخلف في الدفاع. دي بول دورة في المستوى، أليكسيس ماكاليستر، شفنا أيضا أنزو فرنانديز مستواه أقل من مستواه في المونديال الماضي لكن أحسن من مستواه مع تشيلسي في منذ بداية هذه الدورة. خط الدفاع صلب جدا بقيادة ميشا مارتينيز وأيضا المدافع مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد. نعم، ميشا مارتينيز وكذلك روميرو توتنهام. مدافع توتنهام في المحور، جاء اليمنى مرات يلعب مولينا ومرات يلعب مونسيال. نعم، مسجل ركلة الجزاء في النهائي ضد فرنسا، مدافع إشبيلية. نعم، جاء اليسرى تاكليافيكو وأكونيا تقريبا تاكليافيكو أساسي، وديبو مارتينيز في حراسة المرمى. المنتخب الكولومبي سيغيب عنه لاعبين بصفة رسمية، واحد أساسي اللي هو مونيوث اللي خرج بالبطاقة الحمراء في مباراة منتخب أوروغواي بعد اعتدائه على أوغارتي بالمرفق، ويبقى خامس رودريغيز أفضل لاعب عندهم. هذه تشكيلة المنتخب. نعم، الأرجنتيني المحتملة، وبعد ذلك سنشاهد تشكيلة المنتخب الكولومبي. إذن ديبو مارتينيز في حراسة المرمى، تاغليافيكو مدافع ليون، مارتينيز، روميرو ومونسيال في الدفاع، ماك أليستر وديماريا على الأجنحة، فرنانديز وديبول في وسط الميدان، ديبول لاعب أتلتيكو مدريد، وليونيل ميسي وألفاريز في الهجوم. نعم، بكأس العالم تقريبا نفس التشكيلة. نعم، ولا تغيير. نفس التشكيلة. نعم، أعطينا التشكيلة المحتملة للمنتخب الكولومبي. منتخب كولومبيا عنده لاعبين ممتازين، عنده سانشيز المدافع السابق لنادي توتنهام، فارغاس اللي خلف أوسبينا في حراسة المرمى يقدم دورة في المستوى، أرياس لاعب سابق لأتلتيكو، موخيكا لاعب سابق لألشي، جيفرسون ليرما اللي كان لعب في ليفنتي، أوريبي، أرياس، خامس رودريغيز، دياز الغني عن التعريف، وكوردوبا
قلب الهجوم. كاين شيء اخر ايضا، هو ابرز نجم في المنتخب الكولومبي خمس. رفقه خماس من كوردوبا، رفقه خماس اعتقد انه لويس دياز، ثم بعدهم ياتي جيفرسون ليرما ايضا قدم دوره في المستوى. امين. نعم قلت لك منتخب عنده طريقة لعب جميلة جدا بقيادة المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو، رغم أنه اسم مغمور في عالم التدريب، ولكن قدم لنا نسخة قوية جدا للمنتخب الكولومبي منذ بداية الدورة وحتى قبل بداية الدورة. كل مباريات المنتخب الكولومبي تشاهد نتائج كبيرة وبأداء راقي مع لاعبين شباب يقودهم خاميس رودريغيز، الذي أعاد اكتشاف نفسه وعاد من الرماد في هذه الدورة، قدم نفسه كأحسن لاعب إلى غاية الآن في هذه الدورة. لذلك إن فاز المنتخب الكولومبي على المنتخب الأرجنتيني في مباراة الغد وتوج باللقب، فهذا لن يكون مفاجأة أبدا لمن تابع مشوار المنتخب الكولومبي على الأقل في العام الأخير عام 2024. نعم، من المؤكد أن ميسي سيلعب 90 دقيقة كاملة بعدما شفي من الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا في الرجل اليمنى. شاهدنا ميسي يكمل 90 دقيقة كل أمام كل من الإكواتور وكندا. ما هو المنتظر من ميسي في مباراة المنتظر من ميسي كما كان من قبل قائد التقني تاع الفريق، ولو أنه بدنيا ربما ليس ميسي السنوات الفارطة، ولكن ميسي ممكن بتمريرة واحدة. عجبني مرة محمد تصريح تيري هنري لما قال أن اللاعبين لما شيئا فشيئا يبدأ يكبر في السن يضيف إلى سجله تقنيات وفنيات جديدة، ولاحظنا ميسي في السنة الأخيرة كيف التمريرات الحاسمة تدرس، تمريرات حاسمة يكسر الخطوط. نعم. هل سيكون ميسي حاسما؟ ممكن. نعمل شوف، من المؤكد أن الكولومبيين بقيادة المدرب نيستور لورينزو سيعملون ألف حساب لتواجد ميسي على أرضية الميدان، سيحاولون حد خطورة ميسي، سيحاولون فصل ميسي عن بقية المجموعة في المنتخب الأرجنتيني حتى لا يكون مؤثرا في هذه المباراة. ولكن ميسي يبقى ميسي بلمسة واحدة بعبقريته، لمحة عبقرية من عبقرية ليونيل ميسي، يستطيع أن يحسم المباراة مهما كان حجمها. ولكن العامل البدني سيلعب دور أيضا، لأنه بدنيا متراجع ميسي، إن كانت المباراة بدنية في مستوى عالي غدا لن ننتظر أن نشاهد ميسي في أعلى مستوى. ولكن قلت لك حتى لو أنه متراجع بدنيا، بلقطة واحدة بلمحة عبقرية واحدة من عبقريات ميسي، يستطيع أن يحسم مباراة، وعلى الأقل يستطيع أن يكون مؤثرا. محمد، المنتخب الكولومبي يلعب كرة قدم جيدا، ولما ميسي يلعب ضد منتخب تلعب كرة قدم حتما سيكون حاسما. نعم، لأنه لما تكون كتل متأخرة على غير المنتخب كندا يستغل لك المساحات، ربما لا يجد يستعمل التمريرات أكثر. نعم، ولكن لما تكون عنده المساحة ميسي يبقى ميسي. نعم، كولومبيا التي تأهلت إلى المباراة النهائية بعد مباراة نارية أمام الأوروغواي هدف مقابل صفر، تميزت بالكثير.